أهلا وسهلا بكم أصدقائي الأوفياء، أرحب بالمشتركين الجدد وأبلغهم سلامي وأحر تحياتي. في هذا الفيديو سأشارككم قصة هذا الجرو المسكين الذي وجدناه مرميا بجانب البيت، ولا بد أنه متخلى عنه. قررنا بعد ذلك أن نتكفل به وأن نهتم به، فأطعمناه وسقيناه، ثم بدأنا بغسل جسده الصغير بالماء والصابون السائل. لم نجد في الحقيقة صابونا خاصا بالجراء، لذلك استعملنا صابون الأواني أو ما يسمى أوني مع مشط عادي لتخليل فروه المتسخ. لم يكن سعيدا أثناء استحمامه لأنه شيء غير اعتيادي بالنسبة له. استخدمت قفازين ولثاما من باب الاحتياط. تخلص هذا الجرو من القراد والبراغيث التي كانت تعالقة في جسده، وهو الآن يشعر بالارتياح. ما كان لنا أن نتركه بدون استحمام لأنه كان في حالة مزرية. إنه جرو ظريف وليس بعنيف. إن الاعتناء بالحيوانات يجعلك تشعر بشعور جميل. فديننا الحنيف يأمرنا بأن نرحم من في الأرض كي يرحمنا من في السماء، والراحمون يرحمهم الرحمن. بعد أن يكبر هذا الجرو سيصبح كلبا وسيقدم لنا خدمة شريفة، وهي حراسة البيت وطرد الأعداء من حدود أرضنا. فالكلب حيوان وفي، وقد يكون أحيانا أوفى من البشر. أرجو من الله تعالى أن يحفظه من كل عين، وأن يبارك فيه حتى يكبر ويصبح كلبا وفيا. فقد عوضنا الله بهذا الجرو لأن كلبنا السابق قد توفي قبل أسابيع، ووضعناه تحت التراب البارد، وكان خبرا مؤلما ومحزنا لأنه قد تزامن مع وفاة جدي رحمه الله. أرجو أن تعجبكم هذه القصة، وأتمنى التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.